المهرجان الأوروبي بطبعته 23 يحتفل بالموسيقى لأنه مهرجان موسيقي بامتياز، خاصة أنه مع هذا البرنامج المهرجان ينظم تقريبا كل سنة في شهر جوان مع اقتراب الصيف ومع اقتراب الاحتفال بالموسيقى في هذه الفترة من الوقت. هناك طبعا احتفال بالراي، لأن الراي كما يعلم الجميع صنف ضمن التراث اللامادي لليونسكو مؤخرا، وهذا كان يعني شيء كبير بالنسبة، إنجاز كبير بالنسبة للجزائر، لأن هناك من أراد أن يحول هذا التراث الجزائري بامتياز تراث الراي مع فنان اسمه صوفيان صعيدي وهو مقيم بفرنسا، ولكنه هو يغني راي بطريقة جميلة جدا، طريقة جديدة معاصرة في الإلكترو، فيها أصوات، فيها الكثير من الأشياء الجديدة، كأنه يجدد الراي، لذا فقد سمي ببرنس راي 2.0 أو أمير الراي 2.0، يعني موسيقى حديثة جدا. هناك مشاركة كذلك بالنسبة، هناك كذلك مشاركة للفنانة كريمة نايت وهي من الجزائرية ولكن ستمثل السويد، وستلتقي بمطربة سويدية يعني لقاء الفنانين فنانتين من ضيفتين، وهذا هو شعار كذلك المهرجان الذي يريد أن يمد جسورا للمحبة والصداقة بين الضيفتين، خاصة أن الاتحاد الأوروبي شريك قوي وهام بالنسبة للجزائر في المجال التجاري والاقتصادي والسياسي، هناك اتفاق شراكة موقع بين البلدين. مشاركة كذلك للدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان، مثل المجر، مثل بولونيا، مثل إسبانيا، مثل إيطاليا، مثل فرنسا، فرنسا سيمثلها فنانان من الجزائر من أصل جزائري موسى حكيم من مجموعة الزبدة، وبالتالي في كل مرة فيها اكتشاف الأنواع الموسيقية الأوروبية الآن المعاصرة حاضرة، الموسيقى البوب، موسيقى الجاز، موسيقى الحديثة، حتى الموسيقى الكلاسيكية حاضرة، وبالتالي فبالنسبة للمشهد الثقافي الجزائري المهرجان الأوروبي للموسيقى الذي ينظم سنويا إضافة للأيام يعني الأيام الفيلم الأوروبي التي تنظم في بداية السنة، هي فرصة أو يعتبر هذا المهرجان نقطة مضيئة في المشهد الثقافي الجزائري، وهي مشاركة من المفوضية الأوروبية في الجزائر لإثراء هذا المشهد.